أهلا بكم إلى برنامج حديث خاص في حلقة خاصة من أديس أبابا، وضيفنا دكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني الأسبق والمندوب الدائم في جنيف للأمم المتحدة. وأهلا وسهلا فيك لأول مرة بالتلفزيون العربي من أديس أبابا هذه المرة. مرحب بك، وأنا سعيد جدا أن أكون ضيف على قناة العربي لأول مرة، وأحييك وأحيي مشاهديك الكرام. دكتور إسماعيل، يعني كنت مشارك بكل الجلسات تقريبا التي عقدت في قمة الاتحاد الإفريقي 30. يعني ما الذي يختلف اليوم في هذه القمة؟ هل هي الموضوعات؟ هل هي الجدية التي يمكن أن نشاهدها اليوم لم تكن موجودة؟ ما هي الذي يميز هذه القمة اليوم؟ هو لو سمحت، أفريقيا اليوم عندما تقارنها بأفريقيا قبل 20 سنة، أو تقارنها بأفريقيا مع المجموعات الجغرافية الأخرى سواء كانت العربية أو الآسيوية أو حتى أمريكا اللاتينية، يعني باستثناء المجموعة الأوروبية، تجد أن أفريقيا قد تقدمت كثيرا، وكل اجتماع يشهد إضافة، لأن الرؤية واضحة. أفريقيا لديها برنامج اسمه أجندا 2063، يعني استراتيجية أفريقيا لل50 سنة القادمة، وهذه الاستراتيجية موزعة على عشريات، كل 10 سنوات خطط، وهذه الخطط موزعة إلى برامج. ولذلك القادة عندما يأتوا، الرؤية واضحة جدا، يأتوا بإضافة لما سبق. ولذلك أنا أقول أن أفريقيا حقيقة هي تمضي إلى الأمام بخطة ثابتة وبمؤسسية وبرؤية واضحة جدا، كيف تتعامل مع نفسها وكيف تتعامل مع من حولها وكيف تتعامل مع العالم. ولكن هناك يعني طبعا في مشاكل عديدة ما بين الدول الأفريقية، في صراعات لا تزال قائمة، هناك حروب لا تزال قائمة، هناك دول كبرى في الاتحاد الأفريقي تتحمل ربما مسؤولية أكثر من غيرها من الدول الصغرى. كيف يمكن معالجة الأولويات لكل من هذه الدول الأفريقية بظل تضارب ربما الأولويات ما بينهم؟ لا توجد دولة ولا توجد قارة في العالم لا توجد فيها مشكلات، لكن ميزة أفريقيا أنها لديها رؤية طموحة، رؤية كبيرة، في إطار هذه الرؤية تعالج هذه المشكلات الصغيرة. ولذلك اليوم مثلا في هذه القمة، أنت سألت بما هو الجديد، الجديد أنه أفريقيا أجازت أنه نسبة محددة من ميزانية أي دولة ستذهب إلى الاتحاد الأفريقي 0.2% من الميزانية. هذه لم تحدث في أي دولة، ربما باستثناء أوروبا اللي فيها مثل هذا الشيء. الشيء الثاني، الآن أفريقيا بدأت في إزالة الحدود، بمعنى حرية الانتقال بين الدول الأفريقية نفسها. الشيء الثالث، أن هذا العام 2018 سيشهد ميلاد منطقة التجارة الحرة في أفريقيا. أفريقيا كلها ستكون منطقة تجارة حرة بدون ضرائب، بدون غيرها. الشيء الثالث هو أن أفريقيا الآن رتبت علاقاتها مع العالم. أفريقيا الآن في القضايا العالمية، سواء كان حتى القضايا الخارج أفريقيا مثل القضية الفلسطينية وغيرها، تصوت ككتلة واحدة، وبالتالي لها تأثير قوي جدا، وأصبح العالم ينظر إليها بأنها قارة المستقبل. لذلك القرارات الثلاثة التي ستصدر من هذه القمة، وهي السوق الأفريقية، السوق الحرة الأفريقية المشتركة، وحرية الانتقال، والميزانية لإنفاذ هذه المشروعات، كل هذه مسائل استراتيجية. هم أيضا لديهم برنامج أنه ب2020 شكلت لجنة عالية المستوى تعالج كل النزاعات وتنتهي كل الأسلحة الصغيرة في أفريقيا في هذا التاريخ. وبالتالي الذي يميز أفريقيا عن غيرها كما ذكرت، المؤسسية، الرؤية الواضحة، والخطط والبرامج المفصلة
وعلاقتها مع العالم وكيف يمكن أن تنفذ هذه البرامج، بمعنى آخر كيف توفر ميزانيات لهذه البرامج حتى تنفذها. يعني بدي أرجع للنقطة اللي أشرت لها وهي نقطة أساسية، الدخل القومي لكل دولة أن يكون لصالح الاتحاد الأفريقي. هل نحن بنعرف أنه صار في نقاشات على هذه النقطة، كان في اعتراضات من عدد من الدول الأفريقية على خاصة النسبة، يعني هذه النسبة بالنسبة لدولة كبيرة مثل مصر مثلا أو مثل ليبيا أو مثل السودان ربما لا تكون مشابهة لدول صغرى أفريقية، فبالتالي هل الالتزام واضح بالدفع بالدخل القومي واللي نسبته 0.2%؟ هناك فعلا بعض التحفظات، ولكن كلما استمر الحوار والنقاش تقلص أعداد الدول المتحفظة. الآن وجدنا أكثر من 15 دولة خلال هذا الاجتماع رفعت تحفظاتها. الميزة في الأفارقة أنه يعني الحوار المفتوح، وأيضا الاقتناع بمواقف الدول وبأوضاعها وتفهمها يجعلها تتحرك إلى الأمام. مثلا الآن حرية الانتقال طبقتها دول مثل نيجيريا وغيرها، أصبح أنت أفريقي من حقك تدخل نيجيريا وتبعتها عدد من الدول رواندا وغيرها وستتبعها بقية الدول. الجواز الأفريقي الآن أصبح معترف به عند عدد من الدول وستستمر بقية الدول. النسبة هذه من الميزانية عدد من الدول الآن وافقت وستستمر بقية الدول. بالنسبة للتجارة الحرة هناك عدد من الدول لديها تحفظ، السودان واحد منها، ولذلك اللجنة والقمة وافقت على أن تضع في الاعتبار هذا التحفظ بأن تعطي هذه الدول عدد من السنوات حتى توائم وضعها مع منظومة التجارة الأفريقية. فهناك تفهم واضح جدا لأوضاع الدول المختلفة، وهناك تأكيد على أن تتضامن أفريقيا لتساعد أخواتها حتى تمضي إلى الأمام. دكتور إسماعيل، يعني إلى جانب هذه المسألة كان في نقاش على موضوع الإرهاب وموضوع السلاح اللي هو أيضا من الملفات الأساسية التي تهدد الدول الأفريقية. إلى أي مدى يمكن اعتبار اليوم أن الخطوات التي تقوم بها الدول الأفريقية ناجعة وتؤدي إلى أن يكون هناك دول أفريقية منزوعة السلاح من الميليشيات ومن الإرهاب خلال فترة العشر سنوات القادمة؟ أولا يعني بالنسبة لموضوع الدول التي أوضاعها متأثرة والدول التي أوضاعها متقدمة، النقاش الذي يجري في القمة الأفريقية الآن يذكرني بالعام الذي انهار فيه الاتحاد السوفيتي وخرجت جمهوريات أوروبا الشرقية وهي في أضعف حالاتها. ما الذي حدث؟ أوروبا الغربية انكبت وضخت أموال ضخمة جدا ومساعدات ضخمة جدا في كافة المجالات، ونهضت باقتصاديات دول أوروبا الشرقية حتى أصبحت مثل أوروبا الغربية الآن. هذا بالضبط هو الذي سيجري في إفريقيا. بالنسبة لمكافحة الإرهاب، إفريقيا من أكثر القارات التي تكتوي بهذا النار، لأنه إفريقيا مثلا في الغرب الأفريقي موجودة الحركات الإرهابية في نيجيريا وفي شاد بوكو حرام، في مالي أيضا موجود الحركات الإرهابية، في الصومال موجود مجموعات الشباب، ولذلك أفريقيا في داخلها لديها الآن تؤسس القوات الأفريقية التي يمكن أن تحمي الأمن الأفريقي، وفي نفس الوقت أسست مجلس السلم والأمن الأفريقي، وفي نفس الوقت أسست مجلس الحكماء الأفريقي، ولكنها مع ذلك هي في مجال الإرهاب تتكامل مع الحرب العالمية على الإرهاب وتقف معها بقوة. بالنسبة لنزع السلاح، الـ 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 الأمن والاستقرار يعني هما عملتان أو وجهان لعملة واحدة. بدون نزع السلاح لا يمكن أن يحدث أمن، وبدون أمن لا يمكن أن تستطيع أن تجذب الاستثمارات الخارجية وتنمي الاقتصاد، وبالتالي كان لابد من أن يكون السلاح فقط في يد القوات النظامية حتى تستطيع أفريقيا أن تحاسب دولها وأن تحاسب نفسها. ولذلك هذا القرار قد اتخذ والآن في تقديره هو يمضي إلى الأمام وبدعم دولي مقدر. يصبح فقط هنا التدخلات الدولية
التي تدير معارك من خارج أفريقيا في داخل أفريقيا. هذا هو الذي ستعالجه أيضا في أفريقيا في المراحل القادمة. التدخلات الدولية التي تتحدث عنها هي كما أشار عدد من الرؤساء بخلال كلماتهم اللي شفناها بالقمة، يجب يعني يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون هناك في تمويل ذاتي لكل مؤسساته، وبالتالي هذا لا يحدث اليوم، ولا يمكن أن تفرض عدم تدخل دولي إذا كان هناك تدخل مالي في هذه الدول، فكيف يمكن الموازنة؟ هذا هو الشغل الشاغل لدى القادة الأفارقة. في قمة كيغالي في رواندا تم طرح موضوع أن كل الإيرادات التي تأتي من الخارج إلى أفريقيا يفرض عليها رسوم، هذا الرسوم يمضي لتغطية تكلفات قوات حفظ السلام والمشروعات الكبرى في أفريقيا ومشروعات الطرق وغيرها. هناك تحفظ من منظمة التجارة الدولية بأن هذا يتعارض مع قانون التجارة الدولية وغيرها. والمقترح الآخر المطروح الآن هو مقترح أنه 0.2% كل دولة أفريقية تقوم تدفع هذا المبلغ. تقريبا الآن هذا يمضي في هذا الاتجاه، ولذلك عندما يتحدث البعض بأن هناك دول أفريقية كبرى تدفع مبالغ كبيرة وبالتالي يمكن أن تهيمن على القارة أكثر من دول أخرى، نحن نقول لها أفضل لنا أن تكون هناك دول أفريقية كبرى تدفع ويكون لها دور أكبر من أن تأتي دول أجنبية من أوروبا وغيرها وبالمال تبتز الدول الأفريقية ويكون لديها نفوذ وتكون لديها أجندة تنفذها في داخل القارة الأفريقية. يعني هذه الدول هي دول الرافعة ستكون للاتحاد الأفريقي. نعم. خليني أنت إلى شق أيضا سياسي ربما ولكن إنمائي. بعرف أنه حضرتك لا تحب الحديث عن موضوع السياسة الخارجية السودانية، إنما يعني كان في هناك إشكال حول موضوع سد النهضة والاجتماعات الثلاثية ما بين السودان وإثيوبيا ومصر. اليوم كيف يمكن توصيف العلاقة بين هذه الدول الثلاث، وهل تم الاتفاق مبدئيا على حلول بالنسبة لموضوع سد النهضة وحفظ يعني مصالح كل من هذه الدول؟ نعم، أنا أتعاطى السياسة السودانية دون شك، ولكن أنا لست الآن وزير خارجية السودان. نعم نعرف. قطعا وزير خارجية السودان هو الذي يدير السياسة الخارجية للسودان وهو الذي يتحدث رسميا باسمها، ولكن أقول بالنسبة لي الاجتماع الثلاثي وبالنسبة لي سد النهضة والنيل الأزرق، النيل الأزرق مياهه تشكل أكثر من 85% من مياه النيل، وهذه المياه تشترك فيها الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، فالخيار واحد من اثنين، إما أن تتعاون هذه الدول للاستفادة من هذه المياه وبالتالي تستفيد شعوب الدول من خيرات هذه المياه ومن الكهرباء وغيرها ويكون هناك التكامل واستفادة، أو أن يكون هناك تشاكس وبالتالي ستتأذى كل دولة من ما يحدث من تشاكس. الخرطوم عندما دعت للاجتماع الثلاثي وتم التوقيع عليه من قبل الرؤساء الثلاث استطاعت أن تتجاوز عقدة سد النهضة، كيف يمكن أن يكون سد النهضة ذا فائدة لشعوب الدول الثلاث؟ هذا الاتفاق الذي وقع في الخرطوم في تقديرنا هو يشكل حجر الزاوية، ولذلك الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم انبنى على اتفاق الخرطوم، واتفاق الخرطوم وضع الأسس والمبادئ ولكن ترك التفاصيل للدول الثلاث، ولذلك ما خرج أو ما سيخرج به الاجتماع الثلاثي هو سيأتي في إطار اتفاق الخرطوم الذي وقعته الدول الثلاث. هل سيعود السفير السوداني إلى القاهرة؟ كما تعرفين أن بالأمس عقد اجتماع ثنائي بين الرئيس عمر البشير الرئيس المصري ورئيس عمر البشير، حتى الآن لم يعلن الجانب السوداني بأن السفير السوداني سيعود إلى القاهرة، لكني أتمنى أن يعود قريبا.
على هامش هذه القمة يعني طبعا كان في استضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكيت أنت عن موضوع الموقف الموحد للدول الإفريقية بالملف الفلسطيني. إلى أي مدى يمكن أن يساهم الاتحاد الأفريقي بدعم القضية الفلسطينية، خاصة أنه شفنا التصويت بمجلس الأمن مؤخرا بموضوع القدس كان له تأثير؟ عندما كان العالم العربي قوي وموحد، أفريقيا كانت موحدة مع القضية الفلسطينية ومع العالم العربي. وبعد حرب 67 مباشرة الدول الأفريقية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لكن عندما تدهور الوضع العربي من حيث التضامن والتماسك وأصبح التنازع هو الأصل والتنافس هو الأصل، أفريقيا شعرت أن القضية لم تعد بذات الاهتمام وبذات القوة بالنسبة للدول العربية، وبالتالي بالرغم من أنها يعني ما عادت تعطي ذات الذخم، لكن الحد الأدنى المطلوب من الدعم للقضية الفلسطينية أفريقيا تجمع عليه، ولذلك صوتت شبه إجماع في الجمعية العامة لصالح ضد القرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهذا كان موقف واضح جدا، بالرغم كما تعلمين أنه علاقة أفريقيا بالغرب وبالولايات المتحدة علاقة قوية، ولكن أفريقيا ظلت على مبدأ من أنها هي احترقت بنيران العنصرية واحترقت بنيران الاستعمار والظلم، ولذلك هي تقف ضد الظلم، تقف ضد الاستعمار، تقف ضد العنصرية، وهو ما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم. لأي مدى بأثر الدول العربية داخل الاتحاد الأفريقي على موقف الدول الأفريقية؟ كل ما كان الوضع العربي متماسك، كل ما كانت الرؤية العربية واضحة، كل ما كان لا يوجد تشاكس وتنازع عربي وهو غير موجود الآن طبعا، كل ما كان وضع الدول العربية في داخل المجموعة الأفريقية قوي ومؤثر، والعكس صحيح. جانب آخر يعني يتعلق بخاصة أنك أنت تعلم على اطلاع واسع على النزاعات التي تحصل في المنطقة العربية والمنطقة الخليجية، الأزمة الأخيرة التي حصلت بالحصار لقطر، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الأزمة في المرحلة المقبلة، خاصة أنه يبدو أنها طالت ربما أكثر من اللزوم، البعض كان يتوقع أن تحل خلال أشهر ولكن يبدو أنها تمتد، لماذا برأيك؟ أولا في تقديري وتحليلي من يعتقد أن هذه الأزمة أزمة خليجية فأعتقد أنه جانبه الصواب، أو من يظن أنها أزمة سورية أو أزمة ليبية أو أزمة عراقية، لا، الأزمة أزمة عربية بامتياز، عربية، أزمة عربية بامتياز. نحن أضعنا أكثر من 50 سنة بعد ذهاب الاستعمار وبداية الدولة الوطنية في أن نبني دولة وطنية قائمة على أسس ديمقراطية، رؤية واضحة لتكامل عربي، قضايا عربية متفق عليها، فأصبح التنازع، أضعنا هذا الوقت كله في التنازع وفي التنافس وفي إتاحة المجال للتدخلات الخارجية التي لديها أجندتها وليست أجندتنا، فضاعت أجندة الدول العربية وسط هذا الذي حدث. فالأزمة في تقديري هي أزمة عربية بامتياز، أي معالجة لهذه الأزمة بالتجزئة عبارة عن مسكنات بنادول أو أسبرين لن يضيف شيئا، ولذلك لابد من معالجة عربية شاملة لكل الأزمات وتوحيد الرؤى العربية حتى تصبح الدول العربية ذات رؤية في قضاياها وذات تأثير في محيطها الإقليمي وذات مكان على المستوى الدولي. كيف يمكن يعني أن يكون ما تحتفضل به يعني القضايا العربية بمعظمها تكون قضية واحدة، أنه اليوم هل فينا نربط الملف بموضوع سوريا، بموضوع العراق، بموضوع ما يجري في اليمن، بموضوع يعني ليبيا، كل القضايا العربية يجب أن تكون مرتبطة بهذه الأزمة؟
لابد من أن تبدأ من إرادة عربية لإزالة النزاعات ولجعل القرار العربي والرؤية العربية هو الأصل. إذا هذه الإرادة غير موجودة الآن، هذه الإرادة غير موجودة الآن، الشعوب العربية ما زالت لديها أمل في نخبة سياسية في أنها تتفهم أننا الآن نعيش أزمة، وأزمة خطيرة، أزمة وجود. إذا لم يتحرك القادة العرب ويحاصروا هذا التنازع، هذا سيقود إلى تفكك الأمة العربية وإلى تدخلات خارجية لا حد لها، ولارتباط الدول العربية الدولة الوطنية بالقوى الخارجية. وعندئذ العرب كعرب، ككينونة، كنظام إقليمي سينتهي. ولذلك هذا الذي يجعلنا نأمل في أن القادة العرب سيستشعروا هذه الخطورة وسيتحركوا للحفاظ على وطنهم وللحفاظ على العرب ككتلة كمجموعة، وإلا سيتفرقوا أيدي سبأ. دكتور إسماعيل، يعني بالملف العربي أيضا البعض كان عم يتحدث أنه عام 2018 ربما يكون بداية عملية سلام، إن كان في سوريا أم في استقرار بالعراق بعد القضاء على داعش أم في مناطق أخرى. هل تشارك هذا الرأي؟ وهل برأيك اليوم في نواة لعملية سلام ممكن أن تكون فاعلة هذا العام؟ من هذه الناحية أسمح لي أقول أنا لست متفائلا. عام 2018 بدأ والولايات المتحدة أعلنت أنها ستكون لها قوة دائمة في سوريا، صحيح، والروس أعلنوا أنهم ستكون لهم قاعدة دائمة في سوريا، وتركيا تحركت في شمال سوريا، ومن قبل ذلك الولايات المتحدة أعلنت صفقة القرن، أو لا أحد يدري ما هو تفاصيلها، وأولها كان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحصل استفتاء للأكراد للانفصال عن العراق، وما يجري في ليبيا هو ما يجري في ليبيا، ما يجري في اليمن هو ما يجري في اليمن. ما الذي يجعلني أتفائل؟ أنا أقول أن هذا العام ما لم نتدارك بإرادة عربية بأن نحاصر هذه النزاعات وأن نوفر إرادة موحدة، هذه الإرادة أين العرب الآن في سوريا؟ سوريا موجود فيها الآن تركيا، إيران، روسيا والأمريكا. ما هو الدور العربي تتوقع أن يقوم في سوريا؟ وسوريا كانت بلد، هي البلد العربي الوحيد الذي له اكتفاء ذاتي، البلد العربي الوحيد الذي تدخله من غير تأشيرة، البلد العربي الوحيد الذي أي مواطن عربي أو طالب عربي يدرس في جامعاته بالمجان. أين سوريا الآن؟ هذه لغياب الرؤية العربية، الإرادة العربية، وللتدخلات الأجنبية التي أصبحنا نستجيب لها أكثر من أن نستجيب لإرادة شعوبنا ولحاجيات منطقتنا ودولنا. يعني كنت لا أود أن أختم هذه المقابلة بهذا التشاؤم بالنسبة للمنطقة العربية وخاصة موضوع سوريا وتأثيراته، إنما بالنسبة لملفك، يعني ملف وجودك بجنيف كمندوب دائم، هل هناك يعني قضايا معينة تعمل عليها؟ يعني أنا بدأت عملي في جنيف كرئيس للمجموعة العربية، وكدنا أن نصل إلى توافق بأن نبعد القضايا الخلافية ونتركها للشرق ونركز على إبراز صورتنا كمجموعة عربية متحدة تتفق في الرؤى الاستراتيجية. مجموعة عربية أم مجموعة أفريقية؟ مجموعة عربية، أنا بدأت بالعربية ثم بعد انتهيت من المجموعة العربية، الآن أنا منسق للمجموعة الأفريقية في خاصة في قضايا التجارة والتنمية وغيرها. ومجموعة جنيف الأفريقية تتميز من أنها هي كتلة موحدة، تأثيرها يأتي في الترشيحات بالنسبة للمنظمات الدولية وفي القرار الأفريقي. مجموعة جنيف نجحت في أنه 55 دولة أفريقية تتفق على قرار واحد وتلتف حول هذا القرار، هذا هو المفقود في منطقتنا، وتلتف حول هذا القرار وتصوت خلفه بدون استثناء، ومن خرجت على
على على على على هذا الإجماع تعاقب. ولذلك نحن الآن كمجموعة أفريقية البرامج الأفريقية التي كنا نتحدث عنها برامج التنمية والطرق وغيرها نحن نعمل كحلقة وصل ما بين المفوضية هنا في أديس أبابا وما بين المنظمات الدولية الموجودة في جنيف. كما تعلمين معظم المنظمات الدولية التجارة الدولية الوايبو الصحة العالمية اليونيسيف اليونسكو كلها موجودة في جنيف. ولذلك نحن ندفع بالمشروعات الأفريقية ونعمل كحلقة وصل مع هذه المنظمات حتى تجد هذه المشروعات طريقها للتمويل وللتنفيذ. وكذلك نحن نشارك في لجنة الانتخابات الترشيحات الأفريقية للمنظمات الدولية التي تنعقد هنا، ولدينا هناك أيضا في جنيف مثل ما في الأمم في نيويورك لجنة لدعم الترشيحات. أفضل مثال لذلك نحن توحدنا حول المرشح الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي، ووقفنا خلفه ككتلة أفريقية واحدة، وأسقطنا المرشح الإنجليزي وأسقطنا المرشح الفرنسي وأسقطنا عدد من المرشحين، وفاز المرشح الأفريقي بفارق كبير جدا. لو كنا ممزقين وموزعين مثل العرب مثل ما حدث في باريس في منظمة اليونسكو لسقط المرشح الأفريقي. صح. دكتور مصطفى عثمان إسماعيل، شكرا لك، شكرا على وجودك بتلفزيون العربي وبحديث خاص. أشكر المشاهدين وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.